لسه مع النادي الأهلي، والحقيقة يعني ده خبر مهم جدا بيسعدني أنا لما يعني ما أقرأ حاجة زي كده، لأنه دايما الأهلي فعلا مش بنقول هنا كلام أو بنردده خلاص. أنت بتقول كلام بتفهم معناه لما تقول إنه النادي الأهلي فعلا هو دايما اللي بيفرحك، هو دايما اللي إنجازاته لا تتوقف. امبارح الحقيقة كان في حفل استفتاء يخص رابطة النقاد الرياضيين المصرية عن الأفضل في الموسم الماضي، ومفيش شك إنه النادي الأهلي تقريبا كان مسيطر يعني على كل البطولات أو كل الإنجازات، فوجب أنه يحصل على معظم الجوائز بعد الصورة المشرفة اللي حصل عليها الفريق في الموسم اللي فات تحديدا. تعالوا نشوف التقرير ده اللي رحنا نصوره بالصوت والصورة علشان نعرف أكتر عن هذه الجوائز اللي حصل عليها النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، كابتن محمد مجدي قفشة، الكابتن محمد الشناوي. اما افضل مدير كره لكره القدم هو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره داخل النادي الاهلي. جائزه افضل مدير تنفيذي وهو العميد محمد مرجان. كعادته كان النادي الاهلي الاول في كل المجالات والافضل بين الجميع في كل شيء، بعد أن استحوذ على أغلب جوائز الأفضل عن الموسم الماضي في استفتاء رابطة النقاد الرياضيين. وتسلم مسؤولو ولاعبو النادي الأهلي الجوائز التي فازوا بها في الاستفتاء في ظل احتفالية كبيرة أقيمت أمس السبت بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة والإعلام في مصر. البداية من قائد الأوركسترا الذي تحمل الكثير في الموسم الماضي ليقود السفينة الحمراء إلى شاطئ البطولات والإنجازات، الكابتن محمود الخطيب الذي فاز بلقب أفضل رئيس نادي. وحالت ظروف قوية دون حضور الأسطورة بيبو للحفل، لكنه أناب عنه خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي لحضور الاحتفالية وتسلم الجائزة. وتوج بجائزة أفضل مدير فني في الموسم الماضي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي قاد المارد الأحمر للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الزمالك، كما استكمل مشوار الفريق في بطولة الدوري عقب رحيل السويسري ريني فايلر. واقتنص صاحب القاضية ممكن محمد مجدي أفشة معشوق جماهير القلعة الحمراء لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، فيما توج صاحب القفاز الذهبي محمد الشناوي عن جدارة بلقب أفضل حارس مرمى. ولم تتوقف إنجازات المارد الأحمر ولا فريق الكرة عند هذا الحد، ففاز سيد عبد الحفيظ بلقب أفضل مدير كرة، وحتى لاعب القلعة الحمراء المعار لفريق الاتحاد السكندري عمار حمدي ففاز بلقب أفضل لاعب واعد. ورغم رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء، حصل العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية على تكريم خاص من رابطة النقاد الرياضيين بعد اختياره أفضل مدير تنفيذي لناد في مصر خلال الفترة الصعبة التي قاد فيها النادي الأهلي، وقاده بكل جدارة لبر الأمان على كافة الأصعدة رياضيا وإداريا واجتماعيا.